في وقت تخطط فيه الكتابة على الجدران حدود التسلية والتعبير عن حالة معينة إلى مساحة عبر فيها الشباب عن قضايا بأسلوب التعبير الإبداعي الخاص. فباتت الجدران تتكلم بقلم زميلتنا سلمى عودة يلي اقتحمت هذا العالم يلي ممكن أنه نمر أمامه دون أن نغوص في عوالمه عبر فيلم حمل العنوان ذاته. جدران تتكلم، الفيلم الذي استطاعت من خلاله زميلتنا سلمى عودة أن تتجاوز الحدود وتكون مكرمة بجائزة أفضل فيلم روائي تسجيلي قصير، المشارك بمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة بمؤتمر مصر الحب والسلام العربي لعام 2018. واليوم رح نحكي أكثر عن هالفيلم وعن التكريم. اليوم يمكن لأول مرة على كرسي الضيفة بتكون معنا سلمى زميلتنا. يسعد صباحك سلمى عودة. يسعد صباحك أريج. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباح كل المشاهدين مشاهدي الإخبارية السورية. مثل ما قلتي يمكن هي أول مرة، ماني حاسة حالي كثير غريبة لأنه متعودة عليكم أكيد، وخصوصا حلقة يوم الخميس بكون معكم خلف الكواليس، بس كمان سعيدة أني أكون معكم بهذا اللقاء. أهلا وسهلا فيكي سلمى. لليوم سلمى نحن عم نحكي عن جدران تتكلم، الفيلم يلي عزتي فيه من خلاله على جائزة. خلينا نحكي عن بداية فكرة هذا الفيلم، كيف قررتي أنك تعمليه وليش سميتي جدران تتكلم؟ البداية بلشت من تقريبا فينا نقول 3 سنين، كان في عندي هاجس وأنا عم شوف نماذج كتير متنوعة من الشباب السوري من خلال عملنا. طبعا كل نموذج عنده حكاية وعنده قصة كتير مميزة، يمكن بنغطي هذا الشيء ممكن بفقرة مرة أوقات بتقرير، بس دائما الأفلام الوثائقية أو التسجيلية بتضل هي وثيقة بالنهاية، فيك ترجعي لها أي مكان من غير أي صحيح. مناسبة حتى فيك تشاركي فيها بمهرجانات وتفرجي هي التجارب لبرا. فمن هون بدأت فكرة سلسلة الأفلام الوثائقية أبناء الشمس اللي هن أبناء سوريا يلي برغم كل الحرب اللي خاضوها لأنهم خلال هال7 سنين فعلا كانوا نماذج مشرفة، قدرنا نشوفهم بمطارح كتير، بمثلوا بلدهم خارج حدود الوطن، حصلوا على جوائز متنوعة. يمكن رصدنا هذا الشيء بأكثر من مجال، مجال علمي ومجال فني وثقافي، فكان يستحق هاي النماذج أنه تتوثق وتكون موجودة. يمكن بعد 10 سنين الناس رح تتفرج تقول وخاصة كان عندنا هذا الشباب. تماما سلمى، خاصة ممكن أنه نفرجي هالنماذج الرائعة والمبدعة والمبدعة عبر أفلام وثائقية ويتم عرضها للخارج. أكيد أريج، هذا الشيء اللي اكتسب أهمية. يعني الفيلم شارك كان بالمقابل في مصر والمغرب، السعودية ولبنان ودول أخرى من أوروبا، فلما شارك مع هدول وأنه يتأخذ التجربة السورية هي الأحقية، فهذا بحد ذاته كان بصمة مختلفة. طيب نحن رح نروح نشوف مقتطفات من فيلم جدران تتكلم ونرجع لنكمل حديثنا معك سلمى. خلونا نروح نشوف المادة التالية. وبعيدا عن الوجوه الصارخة لجدران فإنها في سوريا تكلمت لغة مختلفة، بداية من الأشكال التي رسمت إضافة إلى الرسالة التي وجهت. ولعل جدارية مدرسة دار السلام في دمشق هي أحد هذه النماذج. فكرة جدارية هو مشروع اسمه طريق ملوان، الهدف منه أنه نقرب الفن للناس. اليوم الفن مثل ما بنعرف عبر التاريخ ولليوم هو الحامل الأساسي لحضارات الشعوب. فن فينا نقول فن الطريق او فن الشارع او بالبرة بيسموه ستريت ارت او جرافيتي، هو فن بيعتمد على ردات فعل. نحن صراحه عملنا حولناه لفن هادف له رساله، له مضمون ثقافي اجتماعي حضاري. يقال ان الجدران تجرب ان تهمس لك بكثير من الاشياء، ربما هي مجرد افكار وربما رسائل واحيانا تصرخ، أحيانا تقول هذه الرسائل بطريقة منمقة، ولكن المؤكد أنها تمتلك ذاكرة وتمتلك أيضا وجهة نظر، وطالما بقيت هذه الجدران يبقى فمها يتكلم. ما
يعني من بعد ما شفنا مقتطفات من هالفيلم سلمى، يعني قديش اليوم عبر فيلم جدران تتكلم، حبيت تسلط الضوء على هالفن الجرافيتي، ليش اخترتي هذا الموضوع بالذات؟ وايضا بعد ما حصلتي على هالتكريم بهالفيلم بمصر، تم اخذ جائزه ووصلتي لمنصه التكريم هذا الفيلم طبعا. وانت اكيد اريج، يعني يمكن الفكره بحد ذاتها الناس استغربتها انه ليش فن الجرافيتي بفيلم وثائقي. يعتبر فن الجرافيتي هو من الفنون الثائره. بدايه الفيلم انا بستعرض يمكن نماذج من المانيا اللي هي عاصمه فنون الجرافيتي، بروح على تونس، بروح على مصر، بروح حتى على غزه بفلسطين المحتله. هذا النموذج هو واحد دائما، لما بيكون عندك فكره بدك تبرزيها هي منافيه لشيء ثائر فانت بتستخدمي هذا الفن الثائر. بسوريا كان موضوع مختلف تماما، شفنا ناحيه تجميليه، شفنا ناحيه خلينا نقول تطويع عمل الشباب، كان فيها نوع من المحبه وتجميل المدينه، تجميل بلدان. يمكن الناس بتيجي بتمرق بتدور على حيط مدرسة دار السلام لتصور جنبه، شفنا كثير صور على الفيسبوك عن هذا الشيء، صار له رمزية، مثل كمان درج الأمل اللي هو نوع من أنواع فنون الشارع، خلينا نحكي جدارية للفنان موفق مخول اللي دخلت موسوعة جينيس بأكبر جدارية من إعادة استخدام وتدوير القطع والمهملات. هي النماذج بحد ذاتها استحقت أنها تكون متواجدة، ونقول أنه نحن حتى لما بنعمل فن بنعمله بطريقة مختلفة. سلمان، من خلال الفيلم كيف لقيتي شغل الشباب السوري؟ بما أنك عم تقولي أنك اطلعتي على العمل خارج سوريا، كيف لقيتي الشباب يشتغلوا هذا الشغل؟ عجبني ميسان أكثر شيء الأفكار المطروحة، يعني دائما كان في أفكار لا نمطية ما بتشبه الأفكار الثانية المتواجدة، حتى بالطريقة الأدوات كلياتنا بنعرف أنه الجرافيتي هو بخاخ، ولا هن اتبعوا طريقة الدهان، وهي الجدارية بالذات خليني أقول أنه تمت على 4 شهور أو 5 شهور، كانت الناس سكان منطقة الشعلان تنزل تساعدهم. أول شيء كانت تطلع على الشباب أنه هدول شو عم يعملوا، انه شو عم بيساووا بالشارع، عم بيدهنوا هيك وكذا، بعدين صاروا ينزلوا يساعدوهم، يبعثوا لهم اكل شرب، يطلعوا يرتاحوا ببيوت العالم. ففعلا جداري اخذت من روح هدول الشباب واعطت لهي المدينه. وحتى من خلال تصويرنا لما كنا عم نصور، وهون بدي اشكر اكيد المصور ماهر الصحن اللي هو شريك بصنع هذا الفيلم، كنا نشوف العالم انه ايه صور صور، انا هون متصور، يعني انا اخذ هي الصوره، خذ لي هي اللقطه او ارجع صورني. وانا كان هذا عطى كمان دفع للشباب يلي عم يشتغلوا على موضوع تمام. الرسوم الجداريات، لحتى يمكن هن يستمروا بتجميل المدينه. اكيد سلمى، يعني تم تكريم هالفيلم وتسليم التكريم من قبل الاستاذ عماد ساره وزير الاعلام، نحن رح نروح لنتابع هالماده كيف تم التكريم، وبنرجع بنحضر ومنتابع معك حديثنا. يعني الفيلم سلمى كان هو من بين قائمة من الأفلام لمبدعين شباب من مختلف الدول العربية، واستطاع أنه يوصل لمنصة التكريم بمصر. خبرينا أول شيء عن مشاركتك، كيف بعتي المشاركة الفيلم، وأيضا بنفس الوقت عن التكريم. هلأ بداية أنا قريت على الإنترنت عن فكرة المهرجان، أنا تابعته بالدورة الأولى والدورة الثانية. اللي لفتني أنه بالدورة الثالثة كان في مشاركة كبيرة بعدد كبير من السوريين، لهيك فتحت على موقع وقريت الشروط وبعثت وشاركت وتواصلت مع أحد القائمين على المهرجان، وهو مخرج سوري أكيد بوجه له تحية، مخرج محمد الحجلي، وقلت له أنه أنا حابة أشارك، فقال لي بتعبي الاستمارة، عبيت وبعثت.
بعد يومين ثلاثة قلت له انه نحن حابين نستضيفك بالبرنامج تحكي عن المهرجان، وخصوصا انه السوريين كانت السنة فعلا مختلفة مشاركتهم. عم قال لي اكيد، بس بحب خبرك انه كمان اذا بتقدري تكوني متواجدة بمصر، لانه الفيلم تبعك اللي شارك بالمهرجان فاز. فانا هون تبع انه اكيد عم تمزح. شو كان شعورك سلمى؟ يعني انا فكرت عم يمزح اول شيء او عم تجاملني، يعني عملتي فيلم توثيقي وكان هذا من ضمن مجال عملك واختيارك لهيك نموذج انك تسلطي الضوء عليه، لكن بالفعل الفيلم وصل لمنصة التكريم وحققتي جائزة، هون شو حسيتي؟ يعني اول شيء بالبدايه ما صدقت، فقلت لك فكرته عم يمزح معي، انه انا شاركت هيك، يعني انه بعثت الفيلم ونسخه منه وقلت انه عادي، يعني انه مشاركه عاديه، ما خطر ببالي اصلا انه رح يكون في جائزه وفي تكريم. ولما قريت التفاصيل انه افضل فيلم تسجيلي متكامل من جميع النواحي، فكنت كثير سعيده. صح ما قدرت اكون متواجده بمصر، ولكن انتقلت الجائزه يعني بافضل تمثيل من القائمين على المهرجان بمصر القنصل السوري، سفيرنا السوري بمصر، ومن سفارتنا السوريه الى الخارجيه هون، ومن الخارجيه الى مكتب وزير الاعلام الاستاذ عماد ساره. طبعا بدي اوجه له تحيه واشكره على دعمه الدائم لنا وثقته، يعني حتى لما بلغته اول وقت حصلت على الجائزه وقلت له انه استاذ، فهو كمان يعني انا قلت له استاذ انا ماني مصدقه يعني انه انا اخذت هي الجائزه وهيك، قال لي لا انت بتستحقي الافضل وهذا شيء طبيعي. ف يعني هيك خلينا نشوف التكريم. هلا بداية الجائزة حتكون كانت هي شهادتين، والجزء الثاني هو إنتاج فيلم بسوريا من شركة الإنتاج اللي هي منحت، بعرف هلا الأستاذ عزيز بيكون عم بيقول خليها تطلع لا قلنا الشهادة معنا على الهواء. اوكي الشهادة تمام. فهي من شركة الإنتاج، حيتم إنتاج فيلم خاص عن سوريا بشركة تعاون بين شركة مصرية وشركة، في موضوع معين رح يتم اختياره من قبلك او من قبل الشركة؟ هلا حيتم في اتفاق بيني وبين فريق العمل، بس ليجوا من مصر، حنطرح افكار متعددة وحقوم انا باخراج وانتقاء اللوكيشن والاماكن. اليوم بمناسبة بما انه عيد المرأة، بتفكري انك تشتغلي عن هيك موضوع اليوم عن المرأة السورية؟ يعني شفنا فعلا نماذج تستحق انه هي يمكن الاضاءة عليها. اكيد ميسان، يمكن المرأة خصوصا بالفترة هي السبع سنين، مثل ما قلتوا خلال الحلقة، كثير من رجالنا وشبابنا هن على الجبهة بواجب مقدس، وكمان كثير من سيداتنا كمان كانوا متواجدين على الجبهة. اكيد الرحمة لكل شهدائنا من مدنيين من عسكريين. من كم يوم كمان استشهدت احد الضباط بالغوطه الشرقيه من السيدات، رحمه لروحها. بنقول الرحمه لروحها، هذا درب مشينا سوا وراح يكفوا سوا. جميل انه نحن ما نحس انه نحن اثنين او في شيء ما بنقدر نعمله، مثل ما كان بيقولوا سمر وجورج، يعني انه هنا ما بيحسوا انه في فرق بيناتهم، لهيك بلاقي فعلا هي النماذج ناجحه ومعلمه. بتمنى اني انا اقدر اوصل اكبر قدر ممكن من الرساله او الرسائل المتواجده فعلا بالمجتمع السوري. اليوم سلمى، بما انك اعلاميه وحامله رساله حابه توصليها، حابين نعرف شو الجديد اللي عم تشتغلي عليه بهذا المجال؟ اول شيء انا هي كلمه اعلاميه كلمه كثير كبيره، وبحس انه كثير بكير لسه لواحد يحصل على هذا الشيء. كل يوم تقدري توصلي ولو شيء بسيط، يمكن من اي شيء بتشوفيه تقدري تحكي عنه تجربه، فيمكن بتكوني عملتي جزء من واجبك. نحن قدام الناس واللي عم يعملوه نماذج اللي عم نشوفها كثير صغار لسه، يعني قدامنا كثير شيء لازم نقدمه. بتمنى يا رب، نحن هلا على الدوره البرامجيه الجديده عندنا مجموعه من البرامج على شاشه الله. الاخباريه بنتمنى نقدر كمان انه نوصل شيء للمشاهدين يكون قد هي النطره، وكمان نكون مثل ما نحن وعدناهم دائما انه نحن نكون عين على الواقع ان شاء الله. اكيد نتمنى لك كل التوفيق سلومه. شكرا ريج، وشكرا ميسان، يعني كثير سعيده اني كنت متواجده معكم اليوم. بدي اشكر عن جد، يمكن شكرت الشركاء بالفيلم واللجنه بمصر، لكن بدي اسمحوا لي اني اشكر كل المتواجدين.
اللي عم يشتغلوا اليوم معنا ضمن صباحنا غير. وسلمى اكيد نحن نتمنى لك التوفيق ومنقدر هالدموع. صديقتي نتمنى لك فعلا كل التوفيق والنجاح الدائم وتوصلي للمكان يلي بتحلمي انك توصلي عليه بمجال الاعلام اللي هو يمكن كثير طويل مثل ما ذكرتي استاذتي ببدايه الطريق. نتمنى لك هيك مشوار فعلا يكون يعني كله امتياز من هالجائزه والتكريم للاعلى اكيد. شكرا. انا بدي اشكر اهلي بالمرتبه الاولى، والدتي ووالدي. الله يطول بعمرهم يا رب.